وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتور، بعد التحية، مصر بتواصل الجهود في إدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة وبتنجح في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة. كيف ترى دور مصر في دعم الأشقاء دائما؟ والله يا فندم، طبعا لمصر دور ريادي ودور قوي جدا ودور مسموع، ويمكن الدور ده بيتلخص فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه منذ اللحظه الاولى لاندلاع الحرب والازمه. كان حريص فخامه الرئيس على ان هو يواصل اتصالاته بكل دول العالم المحبه للسلام، ويضغط على الجانب الاسرائيلي وعلى الجانب الامريكي وعلى منظمه الامم المتحده، ونجح من اول يوم من بارسال في توجيه للمجتمع المدني ان احنا بنرسل قوافل ضخمه جدا. يمكن اول مرحله، المرحله الاولى كانت 108 قافله قاطره ضمت كميه كبيره من المواد الغذائيه، البطاطين، المستلزمات الطبيه، الملابس وغيرها. كل الكلام ده راح كمرحله اولى، ودي كانت خلال 24 ساعه تم تجهيز القافله. دخلنا في المرحله الثانيه وشغالين في جسر بري شغال يومي، بنودي كل يوم على الاقل 50 ل 60 شاحنه محمله كل المواد الغذائيه. احنا بنركز دلوقتي في المرحله الثانيه اللي هي شغاله على موضوع البطاطين والملابس نظرا لظروف البرد اللي بتمر بيه المنطقه كلها ومنطقه غزه، الناس اللي قاعده في الخيام وقاعده في المعسكرات. دور مصر طبعا يعني قوي جدا، واستطاع ان يوفر كثير من المواد للجانب الفلسطيني في تنسيق كامل مع الهلال الاحمر الفلسطيني، في تنسيق كامل مع الهلال الاحمر المصري. التحالف الوطني العام الاهلي التنموي استطاع، وانا عايز اقول لحضرتك الرغبه من الجميع. انا النهارده في اجتماع يعني قائم دلوقتي مع الساده رؤساء التحالفات السلميه والنوعيه، الاتحاد العام والتحالف الوطني، بنجهز ايضا خلال هذه الفتره ان احنا يعني يكون في دعم ونوزعه ونرسله للتحالف حتى يرسله الى فلسطين. الكل بيتكاتف والكل بيتعاون، حتى الجمعيات الاهليه القاعديه في كل ربوع مصر بتتواصل معانا، وكل الناس عايزه تساعد وكل الناس عايزه تساهم. فطبعا موقف مصر سواء في الدعم الانساني والدعم السياسي والدعم يعني ده، وانا بقول دايما المشكله لن تحل الا عن طريق الدوله المصريه وعن طريق القياده المصريه. دور مصر طبعا صحيح. دور محترم جدا. يكفي ان اقول ان اكثر من 80% من المساعدات الانسانيه اللي دخلت الى غزه من الجانب المصري، يمكن العالم كله ساهم بحوالي 20%، ومصر رغم الظروف اللي الدوله بتمر بيها، ولكن احنا الدوله المصريه استطاعت والمجتمع المدني اللي ساهم باكثر من 80% من جمله المساعدات الانسانيه اللي راحت دخلت الى غزه قريبه. ايضا طبعا ما لا يستطيع احد ان يكفل الدور اللي قامت فيه وزاره الصحه والسكان طبعا باستقبال. صحيح دكتور طلعت، يعني ما هي رؤيتك لمحاولات مصر الدائمه للتغلب على العراقيل اللي بيضعها الجانب الاسرائيلي لايصال المساعدات للقطاع؟ دائما هناك محاولات من الجانب المصري، رؤيتك لهذه المحاولات؟ يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ده ليس غريبا على الجانب الصهيوني او الجانب الاسرائيلي. حتى في الايام كامب ديفيد كان دايما بتبدا يعني الصعوبات والعراقيل، ودايما يحطوا مشاكل امام اي مفاوض، فدي طبيعتهم. هم دايما بيراهنوا على ان هم دايما يعقدوا الامور، وطبعا هم يعني حرصهم على ان هم يبيدوا الشعب الفلسطيني وان تموت القضيه، وياتوا لموضوع خطير جدا وهو لن يحدث، هو التهجير القسري لاخواننا واشقائنا اللي هو احنا بنرفضه تماما وطبقا للدستور وطبقا لاراده الشعب المصري وايضا اراده الشعب الفلسطيني. هم يريدون ان يهجروا تهجيرا قسريا للمواطنين من غزه الى سيناء حتى تنتهي القضيه الفلسطينيه، وهذا لن يحدث لان في اراده طبعا قويه جدا من قياده الدوله وفي خط احمر زي ما احنا بنقول. فهي العراقيل ديت دايما الجانب اليهودي والجانب الصهيوني دايما حريص على ان هو يعني يراوغ ودايما يقطع عراقيل في كل مباحثاتهم. ده ليس جديدا علينا، انا شخصيا بتابع هذه المسائل منذ كامب ديفيد في السبعينات والثمانينات. لا، هم طبعا دي طبيعتهم وهم ديت طريقتهم،
وهم ديت لابد انك تضغط عليهم. وستظل المحاولات المصريه دائما لايصال المساعدات لاهالينا في قطاع غزه. دكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.